من هو المهاتما غاندي؟ يعد المهاتما غاندي وهو رجل هندي الأصل من أوائل الداعمين للثقافة التي تنبذ العنف، كما أنه يعد من أوائل المشجعين والمؤيدين للمقاومة ولكن بشكل سلمي، بالإضافة إلى أنه عرف بمناصرة المنبوذين في دولته، وكان من الأشخاص الذين بذلوا جهدهم كله في سبيل حماية وطنهم بشكل سلمي ومقاومة الاحتلال البريطاني، إلا أنه في السنوات الأخيرة التي عاشها توجه نحو دعوة الهندوسيين القاطنين في الهند إلى احترام الديانات الأخرى الموجودة هناك، ومن هذه الديانات ديانة الإسلام، حيث دعاهم إلى احترام حقوق هؤلاء المسلمين، إلا أن ذلك الطلب أدى إلى استشاطة غضب الهندوسيين المتعصبين فاتهموه بالخيانة ثم اغتالوه. ولد موهانداس كريمشاند غاندي المشهور بلقب المهاتما، والذي يعني الشخص الذي يتمتع بنفس عظيمة أو الشخص القديس، في اليوم الثاني من شهر تشرين الأول أكتوبر سنة 1869 في الهند، وتحديدا في مدينة بوربندر الواقعة في مقاطعة كجرات، حيث تقع بين مدينة السند وهي مدينة بومبي. ويشار هنا إلى أن لغة هذا الإقليم وبعض العادات السائدة بين أهله تختلف عن الأقاليم الأخرى في الهند. وبالنظر إلى نشأة غاندي، نجد أنه قد نشأ ضمن عائلة لها تاريخ طويل في العمل السياسي، حيث أن جده تولى رئاسة الوزراء في بوربندر، بالإضافة إلى أن والده كان وزيرا في الحكومة، كما كانت أسرته من الأسر الصالحة جدا وذات الأخلاق الرفيعة. وقد كان لنشأته في أسرة تحمل هذه الصفات الحميدة كلها دورا كبيرا في الوصول إلى المكان التي وصل إليها، وكانت والدته على وجه الخصوص أحد الأسباب الرئيسية في نشوئه بهذا القدر من الأخلاق والعظمة، حيث إن كل من عرفها وعرف سيرتها وصفاتها يعي تماما بأنه اكتسب منها تلك الصفات الحميدة كلها. كما أن جده أيضا أوتا غاندي كان رجل ذا أخلاق وسمات رفيعة على الرغم من كثرة انشغالاته السياسية. أمضى غاندي طفولة عادية وطبيعية جدا في صغره، وعندما بلغ 13 من عمره تزوج، نظرا لأن العادات الهندية تنص على ذلك، وكانت حصيلة هذا الزواج 4 أطفال. إلا أن غاندي كما ذكر لم يكن راضيا عن زواجه بسبب صغر سنه، علما بأنه كتب في سير حياته أنه قد أجبر من قبل أهله على هذا الزواج في هذا السن الصغير، هو وأخوه وابن عمه وفي اليوم ذاته. توفي والد غاندي وهو في سن 17 من عمره، فتولاه أخوه الكبير ثم رشحه لتولي رئاسة أسرتهم والترقي ليحتل مركزا في الوزارة مثل والده، وذلك لأنه لوحظ فيه الذكاء والمقدرة على العمل والاجتهاد، حيث كان لابد له من أن يتعلم في جامعة في الهند أو في الخارج ليصبح جاهزا لتولي هذا المنصب. وكان لديه خياران للدراسة، إما في جامعة بافنجار أو جامعة مومباي التي كانت تتطلب نفقة كبيرة، مما أدى إلى اختياره للجامعة الأولى وتحديدا كلية سانيلداس فيها. وما إن حلت نهاية السنة الأولى حتى عاد إلى منزله، علما بأن صديقا لعائلته نصحه بأن يسافر إلى الأقطار الأجنبية لدراسة القانون. وعلى الرغم من أنه كان يحبذ دراسة الطب أكثر، إلا أن أخاه ذكره بأن والدهما كان لا يفضل هذا التخصص ولا يحب الجثث أو تشريحها أيضا، بالإضافة إلى أن هذه المهنة كانت لا تؤدي إلى تنصيبه لرئاسة الوزراء، وبالتالي اختار دراسة القانون تكريما واحتراما لوالده. مارس غاندي مهنة المحاماة مدة سنتين في الهند، إلا أن محاولاته فيها باءت بالفشل، إذ كانت أولى تجاربه، كما أن الحظ لم يحالفه لدى محاولته تكرار هذه التجربة، بالإضافة إلى أن كيفية عمله في هذه المهنة لم تكن مرضية له، حيث أثر على نفسه أن يمارسها بصدق، بحيث يبتعد كل البعد عن محاولة كسب القضايا بالحيل. ومن الجدير بالذكر أن غاندي سافر بعد ذلك إلى مناطق جنوب إفريقيا لتقديم المساعدة إلى محامين كبار من الأجانب وليس لممارستها. ومن خلال هذه الرحلة عرف القضية التي يجب أن يفني حياته في سبيلها، ووضع قدمه على بداية الطريق، حيث انتهى به ذلك بترأسه للهند كاملة ثم وضع دستور البلاد عام 1908، والذي أدى إلى استقلال الهند.
ومن المهم بمكان ذكر أن غاندي كان يقيم حملات للمقاومة السلمية في الهند، حيث تبعه بعض الهنود في هذه الحملات بسبب إيمانهم الشديد به وبمعتقداته التي تعود وتدعو إلى نبذ العنف واجتنابه. وبالإضافة إلى أن بعض العمال الذين يسكنون في الجنوب ومنهم صينيون وإندونيسيون وهنود ووثنيون وزنوج لم يكونوا مؤمنين بمبادئ زعمائهم، كانوا جميعهم يتبعون غاندي، وذلك لأنهم يعلمون مقدار إخلاصه وموثوقيته. ومما يجدر ذكره أن غاندي كان يترك الأعمال التي تؤول إلى الربح المادي كلها، حيث وهب ماله في سبيل إعانة المحتاجين والمظلومين، فكان يسكن معهم ويأكل من طعامهم، كما أنه تخلى عن مظاهر الحضارة كلها، فتبعه الجميع دون أدنى شك منه. لقد كانت لغاندي إنجازات عديدة في الهند وفي البلاد الأخرى التي زارها، ومن هذه الإنجازات السعي في سبيل تعزيز ثقة الهنود المهاجرين وزيادة أمانهم وتعزيز أخلاقهم، كما قام بإنشاء صحيفة تحمل اسم الرأي الهندي، حيث عبر من خلالها عن مبادئه الداعية لمبدأ اللاعنف، والسعي إلى تأسيس حزب يحمل اسم المؤتمر الهندي لينتال ليستطيع من خلاله الدفاع عن العمال الهنود ومناصرتهم. كما قام من أعماله أيضا جعل الحكومة البريطانية تتراجع عن قرارها في تحديد وجهة الهجرة الهندية إلى الجنوب الإفريقي فقط، كما سعى إلى إلغاء القانون الذي ينص على عدم تنظيم عقود زواج لغير المسيحيين، كما حاول تغيير القانون الذي ينص على أن الهنود لا حق لهم بالتصويت. اغتيل المهاتما غاندي على يد بعض الهندوسيين الذين اشتد غضبهم نتيجة دعوته لاحترام المسلمين واحترام حقوقهم، واعتبروا دعوته تلك بمثابة خيانة، فقرروا اغتياله والتخلص منه، كما ذكر سابقا مما أدى إلى إطلاقهم 3 رصاصات عليه، فتوفي في 30 من كانون الثاني يناير سنة 1948 عن عمر يناهز 78 عاما.